قلت ان الاهلي تعرض لظلم تحكيمي، في وجهة نظرك ليه الاهلي بيتعرض للحاجات دي وليه ده بيحصل؟ بصي، يعني بتتاخد كلامك او تصريحاتك في خصوصا في الامور التحكيميه ان هي هجوم، يعني انتقاد وضع طبيعي. انت ممكن تنتقديني وانا ممكن انتقدك باسلوب راقي واسلوب مهذب وخلاص، ما فيهاش مشكله. او اقول لك حاجه مثلا خلال تصريحاتك او خلال مقدمتك او خلال برنامجك، عادي جدا وتستقبليها، ما فيهاش مشكله خالص يعني. فساعات لما تقول حاجات هي حصلت بالفعل، الناس بتاخدها ان هي هجوم وان هي اهانه. انا بشوف ان دي مرتبطه بالشخصيه. يعني احنا بنشوف كاس عالم دلوقتي، شوف كاس عالم، شوف الامور التحكيميه عامله ازاي، وشوف شخصيه الحكم عامله ازاي، شوف ادارته الامور عامله ازاي. انت عندك هنا يعني مش هقول بقى يعني على الاهلي بس يعني، لكن فيما يخصني عشان نبقى الامور واضحه، يعني في حاجات كتير جدا بتتاخد اكنك انت اللي لازم تستحمل. معلش تعالى على نفسك يا عم، اجي على نفسي ليه يعني؟ انا ليا حق، اجي على نفسي ليه؟ انا ليا حق فاخده. انا بقى متعادل، انا لعبت حلو، انا لعبت وحش، انت تديني حقي. انا بقى كسبان 2، كسبان 10، كسبان 20، انت مالكش دعوه، انت مالكش دعوه اصلا يعني. انت حتى وانت في يعني السنه دي مثلا بنلعب الداخليه جبنا جون خامس، يعني مش عايزين يدوله، ما تحسبش، ما تحسبش، وتقعد بقى تجيب الفار يمين وتجيب الفار شمال وتجيب المعرفش. الحمد لله ما حدش رسم نقطه مش بتاعتها. وفي الاخر يطلع حاجه في التصريحات يقول لك ايه صحه الغاء الهدف، وطالع من الفار نفسه، من اوضه الفار نفسه. فيقول لك ايه يعني، بص الاحمر سابق، وبعدين يقول لك بص بقى عشان الاحمر سابق اهو فلغينا الهدف. الاحمر ده كان اللي لابسه الداخليه مش الاهلي، يعني كنا لابسين اسود. يعني التسريب اللي طالع، او بلاش التسريب، اللقطه اللي طلعوها، اللقطه اللي طلع الحكم جوه اوضه الفار بيقول كده، بيقول الاحمر سابق. الاحمر ده الداخليه اللي كان لابس احمر مش الاهلي، يعني بيظلم عشان هو قوي، يمكن عشان قوته، هو عنده حاجات كتير، تحس ان انت معاك كتير فممكن ياخدوا منك حاجه منها. انا برفضها يعني، انا كسيد يعني انا برفضها. انا برفض ان انت مثلا يعني اصل انت ما جبتش جون ايه ما يعني. في ناس، بعض المحللين يعني ربنا يبارك لهم، يعني في وقت يقول لك ايه يا عم انت مستني البنالتي ده. ايوه مستني البنالتي، طب ما انا ممكن اكسب بالبنالتي. الله، ده انت في ضربات، ده في بطولات، ده كاس عالم، كاس عالم ساعات يعني في كاس عالم كان كام 94 و94 يعني بينتهي بكاس بضربات الجزاء، يعني بتنهي بطولات بضربات جزاء، بطولات اعظم بطوله في العالم اللي هي كاس العالم ساعات بتخلص بضربات الجزاء. طب انا ليا بنالتي. على المستوى الفني بقى اصلا، يعني لما تجيب جول بيتفتح الماتش والدنيا بتهدى والدنيا الفرقه الثانيه بتضغط والمساحات بتبقى موجوده. فاديني حقي، اديني حقي بقى، انا كسبان، انا متعادل، انا متقدم، انا متاخر، ده ماليش علاقه بيه يعني. نقدر نقول ايه العوامل اللي اثرت في خساره الاهلي السنه اللي فاتت؟ بصي يعني اهمها على اطلاق انت، يعني اكيد في اجزاء كتير جدا احنا هنتحاسب عليها، لكن نستفاد منها بقى. مش عايز اتكلم كتير فيها، لكن ولا عايز اروح الحته الثانيه منها، الامور التحكيميه اللي انت لسه بتتكلم عليها، ونتعلم، لان هيجي لك برضو زي ما قلت لك ان انت بتلعب 34 اسبوع، ممكن يبقى في يوم مش يومه خالص تتعادل او لا قدر الله تخسر، بس تتعلم. تتعلم ان انت مع الانتشار الاعلامي او اللي احنا لسه متكلمين من شويه، ان هيصدر لك مشاكل بمسؤولينك، بلعبتك، باجهزتك الفنيه، بمديرك الفني، بكل حاجه. بس اللي فاتت يعني قالوا لك سيد حفيظ اقتحم اوضه الفار، والله ما اعرف هي فين اصلا اوضه الفار دي، ما اعرفش هي فين اساسا يعني. يعني ودخل اوضه الفار وصر يشوف الجون اللي اتلغى ليه، يعني بيصدر لك مشاكل سواء كان مع اللعيبه او مع الجهاز الفني، لازم نكون منتبهين لده تماما يعني، وما ننشغلش بيه. وايه اللي حصل اصلا بالظبط يا كابتن؟ اوضه الفار والله ما اعرف، انا لقيت وبعدين واحد يطلع يقول لك يعني ايه ولازم يتعاقب، وحد عاقب سيد عبد الحفيظ لما دخل اوضه الفار. يا ابني هو مين قال لك ان انا دخلت اصلا؟ يعني دخلت هعمل ايه؟ ده انا بقوم من على الدكه، كابتن محمود البنا ربنا يكرمه يعني، بتقوم من على الدكه بيديك انذار، بتقوم من على الدكه بس يديك انذار. يعني انا كان يعني كابتن محمود البنا يعني كنت اصنفه في حته تانية خالص كمستوى فني، كمستوى قيادي، لكن في ماتش الاهلي والمصري ده بالذات لا، انا مش هنساله ابدا ابدا. انا قمت من على الدكه بس كده، راح مديني انذار، في حين ان الناحيه الثانيه هو واقف على الخط. حاجات وتجاوزات على مرأى ومسمع من الجميع.
ومع ذلك انا بس اللي اداني انذار. ونرجع تاني نسال سمحها. نفس السؤال ليه بيحصل؟ سامحها، هو سامحها، هو سامحها كابتن محمود البنا سامحها، لان مش ممكن انا اكون في الدكه الثانيه، انا في الدكه الثانيه وسامحها وهو على الخط مش سامحها. انت قمت من على الدكه بس، قمت من على الدكه بس يعني، وانا رايح اجيب سندوتشات، ده انا قايم من على الدكه يعني. والله فيعني في النهايه مش عايزين نشغل نفسنا بس اكتر، لان هيحصل ده يعني. هتلاقي مع الحته الاعلاميه اللي لسه بنتكلم فيها، مع الانتشار الاعلامي اللي هو كله او 70 80 90% حاجات مش لصالحك، مش لصالح الاهلي يعني. لازم انت تكون فاطن لده وذكي جدا، والامور اللي هي ما تستدعاش ان انت تتكلم سأسيبها، ما تتكلمش فيها خالص وما توجهش اي حاجه، عشان قوتك هتبقى في ملعبك.